بعد ما كان متحف مدام توسو الشهير بفرعه بالعاصمة التركية اسطنبول عم بيضم تمثال من الشمع للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ضم مؤخرا تمثال جديد للفنانة اللبنانية نانسي عجرم كأشهر نجوم الشرق الأوسط، كما وقررت إدارة المتحف أن تضم كمان تمثال جديد للفنانة اللبنانية مايا دياب إلى جانب أبرز المشاهير بالعالم. بعد الحديث عن اختفائها بسبب خلافها مع مستشار الديوان الملكي السعودي تركي آل شيخ، وبعد ما كشف موقع الفن بصورة حصرية إنها ساكنة حالياً مع والدتها ببيت العائلة بمنطقة الهرم بمصر، فاجأت الفنانة المصرية أمال ماهر متابعينا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأشارت إلى أنها عم بتحضر لألبوم جديد ورح بيكون جاهز على رأس السنة. شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولاند متابعينا مقاطع فيديو من وقائع تكريمها بعمان من قبل مؤتمر يوم المرأة العمانية، وظهرت بولاند بالفيديو خلال جلوسها إلى جانب إحدى المخرجات السعوديات، فاستغلت بولاند الفرصة وغازلتها وقالت والله بنات السعودية على راسي ما أحلاهم. أثار حضور بنت الفنان المصري عمرو دياب بحفله بلندن الجدل بين المتابعين، خصوصا أنه هيدي أول مرة بتظهر فيها جانا للعلن مع الممثلة دينا الشربيني، الأمر يلي وضع عدة علامات استفهام خصوصا إذا كانت جانا وافقت على علاقة والدها بالشربيني. أعلنت صحيفة بريطانية عن نية الملكة إليزابيث الثانية التنازل عن عرشها لابنها ولي العهد الأمير تشارلز، وأضافت أنه هالأمر رح بيصير بعد حوالي 3 سنين، يعني بس يصير عمر الملكة 95 سنة، بالرغم من أنه الملكة إليزابيث كانت تعهدت بأنها رح تبقى على العرش كل حياتها. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه، انظروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكوا نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.